الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله في الفيديو ده هنحل أسئلة كتاب نفسك على الدرس الثالث، القوة المغناطيسية وعزم الإزدواج. أول سؤال معانا 17، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. في الشكل المقابل، إذا كانت القوة المغناطيسية المؤثرة على الضلع إي بي اللي هو الضلع ده هي إف، يبقى أنت عندك هنا الإف بتساوي، إحنا عارفين إن القوة المغناطيسية المؤثرة على سلك مستقيم موضوع في فيض مغناطيسي بتساوي البي اللي هي كثافة الفيض الموضوع في السلك، في الأي اللي هي شدة التيار المار في السلك، في ال اللي هو طول السلك المعرض للفيض، في ساين سيتا، السيتا هي الزاوية المحصورة ما بين خطوط الفيض والسلك أو التيار هي هي. فأنت عندك هنا القانون ده، انت عندك خطوط الفيض عمودية على السلك، وبالتالي السيتا هتبقى بتسعين درجة، وبالتالي الساين سيتا بواحد، وبالتالي الاف بتساوي البي في الاي اللي ماشي في السلك في ال اللي هو طول الضلع ده اللي هو اي بي ال اي بي. طيب بالنسبة للسلك بي سي، اف بي سي هيساوي برضو هتبقى البي في الاي اللي ماشي فيه اللي هي نفسها الاي في ال ال بي سي في ساين الزاويه المحصوره ما بين اتجاه خطوط الفيض واتجاه التيار او السلك. انت عندك السلك كده وعندك الفيض كده، الزاويه المحصوره ما بينهم هتبقى الزاويه دي اللي هي نفسها الزاويه دي. لو انت مددت ده كده هتلاحظ ان الزاويه دي والزاويه دي الاثنين زي ما هما، لو متقابلين بالراس، وبالتالي هنفترض ان الزاويه دي دلتا مثلا، لانه هنا بنسمي دي سيتا، فهنسمي دي دلتا. دي الزاويه المحصوره ما بين اتجاه خطوط الفيض والسلك، وبالتالي هتبقى ساين دلتا. ساين الزاويه دي بيساوي ايه؟ المثلث ده قائم الزاويه، وبالتالي انت عندك هنا ساين الزاويه دي بيساوي المقابل على الوتر، وبالتالي ده بيساوي البي في الاي ال بي سي، ساين دلتا بيساوي المقابل اللي هو ال ال اي بي، الوتر اللي عندك اللي هو ال بي سي، هتلاقي ان ده بيروح مع ده، هيطلع معاك بي في الاي في ال ال اي بي. هتلاقي ان القوه اللي بتاثر على الضلع بي سي هي نفسها القوه اللي بتاثر على الضلع اي بي، وبالتالي متساويتين، وبالتالي تساوي اف. السؤال رقم 18، اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. 1، سلكان متوازيان طويلان الطول المتقابل بينهما 35 متر ده ال، والبعد بينهما 7 سنتي ده الدي، ويمر بكل منهما تيار شدته 25 أمبير، يبقى الأي 1 بتساوي الأي 2 بيساوي 25 أمبير في نفس الاتجاه، فيكون مقدار ونوع القوى المغناطيسية المتبادلة بينهما هما. قبل ما نحل السؤال، احنا عارفين لو عندنا سلكين متوازيين السلك ده بيمر في تيار اي 1 وده اي 2 والاثنين في نفس الاتجاه، الفيض الناشئ من ده هنا هيكون للداخل وهنا هيكون للخارج، والفيض الناشئ من ده هنا هيكون للداخل وهنا هيكون للخارج. فهتلاحظ هنا ان كثافة الفيض زي ما قلنا قبل كده خارج السلكين بتكون جمع بي 1 زائد بي 2، وبين السلكين بتكون طرح بي 1 ناقص بي 2، وحاططهم بين مقياس لان معرفش مين الكبير. بغض النظر عن مين الكبير، كده كده حاصل طرحهم هيبقى نفس المقدار عند اي نقطة، ولكن اللي هيختلف بس هو الاتجاه. معنى كده ان كثافة الفيض عند اي نقطة خارج السلكين بتكون اكبر من، طبعا مش لازم يعني بعيد جدا، لما تبعد خالص عن السلكين كثافة الفيض هتقل خالص، وبالتالي هتبقى قريبة من الصفر، بتكلم بالقرب من السلكين يعني. محصلة كثافة الفيض خارج السلكين تبقى أكبر من محصلة كثافة الفيض بين السلكين، وبالتالي عندك بالنسبة للسلك ده كثافة الفيض خارجه أكبر من داخله أو أكبر من هنا، وبالتالي هيتحرك كده. نفس الفكرة بالنسبة للسلك ده هيتحرك كده، وبالتالي السلكان يتجاذبان. طيب محصلة كثافة الفيض زي ما قلنا
هنا بتكون اقل من هنا وبالتالي بيقتربوا من بعض. طب لو انا عايز اجيب بقى قوه التجاذب او القوه اللي انا اللي هما الاثنين بيأثروا بقى على بعض دي، اجيبها منين؟ استنتجنا القانون، قلنا ان القوه دي بتساوي الميو في الاي 1 في الاي 2 في ال على 2 باي دي. الميو ده اللي هو معامل النفاذين المغناطيسيه الوسط، الاي 1 التيار اللي ماشي هنا، الاي 2 التيار اللي ماشي هنا، ال ال ده اللي هو الطول المتبادل. يعني ايه الطول المتبادل بينهما؟ الفيض الناشئ من ده هيأثر على الطول ده بس من السلك، والفيض الناشئ من ده هيأثر على الطول ده برضه من السلك، وبالتالي ده الطول المتبادل، ده الطول اللي هيتأثر بالقوة دي، وبالتالي احنا بناخد الطول المتبادل ما بين السلكين مش طول أحد السلكين. وعندك الدي هي البعد ما بين السلكين. بس كده. المهم السؤال بتاعنا بيقول لك ان السلكين التيار اللي فيهم في نفس الاتجاه وبالتالي قوة تجاذب. تاني حاجة عايزين نجيب مقدار القوة المتبادلة ما بين السلكين. زي ما قلنا ان القوة اللي بيأثر بيها السلك ده على ده بتساوي القوة اللي بيأثر بيها السلك ده على ده. قوة متبادلة. عندك الاف هنعوض في القانون ده بتساوي ميو على 2 باي طالما ان هم في الهواء ب 2 في 10 اس سالب 7 في اي 1 واي 2 متساويين وكل منهما ب 25 يبقى 25 تربيع في ال اللي هو الطول المتبادل بينهما او المتقابل بينهما 35 على الدي ب 7 سم اللي هي 7 في 10 اس سالب 2. هتلاقي من هنا على 7 في 1 على 7 في 5 ده هيروح مع ده يديك 10 اس سالب 5. بعد كده نضرب الارقام دي كلها ببعضها، 2 في 5 ب 10، 25 تربيع في 10 سالب 5 هيطلع معاك 1 على 16 اللي هي 62.5 في 10 سالب 3. يبقى قوة التجاذب 62.5 في 10 سالب 3. السؤال رقم 2، أي من الأشكال البيانية التالية يمثل علاقة بين القوة المتبادلة بين السلكين اللي هي F وشدة التيار I1 المار في السلك الأول عند ثبوت باقي العوامل؟ الـ F بتساوي ميو في الـ I1 في الـ I2 في الـ L على 2 باي D. لما أنت تغير ده وتثبت باقي العوامل فهتبقى العلاقة ما بين الـ F والـ I1 علاقة طردية، وبالتالي الـ F بيتناسب مع الـ I1، والعلاقة دي علاقة خط مستقيم، الميل بتاعك عبارة عن الميو في الاي 2 في ال على 2 باي دي بس. وبالتالي لو انت عندك الاي 1 بصفر فالاف هتبقى بصفر، يعني بدأ من الصفر وصفر، كل ما الاي 1 بيزيد والعوامل التانية ثابتة فانت عندك ده بيزيد بنفس الايه، بحيث يعني ان هو الزيادة فيه تساوي الام في الاي 1 مش الزيادة اللي هو مقدار يعني. المهم هيبقى خط مستقيم كده. السؤال رقم 3، الشكل المقابل يمثل سلكين مستقيمين ومتوازيين وفي نفس المستوى، الأول مثبت أفقيا اللي هو ده ما بيتحركش ويمر به تيار شدته 20 أمبير ويقع على مسافة 10 سنتي من سلك ثاني معلق بحيث يمكنه الحركة لأسفل أو لأعلى. إذا كانت كتلة المتر الواحد من السلك الثاني، يعني إيه كتلة المتر الواحد من السلك الثاني؟ يعني أنت عندك السلك الثاني ده كتلته M وطوله L، لو قسمت الكتلة الكلية بتاعت السلك على طوله هيديك الكتلة لكل ايه؟ 1 متر بس. هي دي معنى كتلة المتر الواحد، وبالتالي ده عبارة عن الام على ال. فإن شدة التيار اي 2 الذي يجب أن يمر فيه حتى لا يسقط بتأثير الجاذبية الأرضية. أنت عندك السلك ده معلق ومثبت، وعندك ده السلك ده قابل للحركة. السلك ده بيمر فيه اي 2 والسلك ده بيمر فيه اي 1 بيساوي 20 امبير والبعد ما بينهم ب 10 سم. طبعا نتيجة ان التيار بيمر في نفس الاتجاه فهيتأثر بقوة تجاذب، وبالتالي ده بيتأثر بقوة تجاذب كده تبقى اف. في نفس الوقت ده ممكن يعني ده برضه بيتأثر بقوة وزنه، وقوة وزنه بتأثر لتحت تبقى ام جي كده. عشان السلك ده
اللي هو قابل للحركة يفضل ثابت في مكانه، فلازم يكون محصلة القوة اللي بتأثر عليه بتساوي صفر. السلك ده مثبت خلاص، محصلة القوة اللي بتأثر عليه بصفر، لأن أنا عندي مثبته. فأنت عندك في قوة وزنه لتحت بس أنا شده من فوق أو مثبته من هنا، المهم إن محصلة القوة اللي بتأثر على ده بصفر فثابت. ده محصلة القوة اللي بتأثر عليه، في F لفوق وفي MG لتحت، وبالتالي عشان ده يفضل ثابت فلازم القوتين دول يساووا بعض بحيث إن محصلة القوة تساوي صفر. طيب القوة F دي هي قوة التجاذب ما بين السلكين، اللي هي عبارة عن ميو على 2 باي اللي هي 2 في 10 سالب 7 لأنهم هنا في الهواء، في الاي 1 اللي هو 20، في الاي 2، في ال اللي هو المتبادل اللي هو ال على الدي اللي هو البعد ما بينهم اللي هو 10 في 10 سالب 2. والقوة دي قلنا ان هي بتساوي الام في الجي اللي هي الام 2 في عجلة الجاذبية الأرضية. لسه قايلين فوق ان لازم يكون الطول متقابل. فانت عندك هو هنا قايل لك، او انت عندك هنا شايف ان الطول متقابل، وبالتالي طول السلك التاني هو نفسه الطول المتقابل، وبالتالي ال ده هو نفسه ال 2 او ال 1. لو انت قسمت، سيبك بقى من الاف، لو انت قسمت ده وده على ال فال ده هتروح وهتبقى هنا على ال. احنا عارفين ان الام 2 على ال، قايل لك هنا ان هي ب 12 من 100 جرام لكل متر، وبالتالي عندك هنا صفر هيروح مع الصفر، ده مع ده هيديك 10 أس 5، 2 في 2 ب 4، أي 2 في 10 أس 5 بتساوي ام 2 على ال اللي هي 12 من 100 جرام لكل متر. طبعا انت عندك ده بالجرام، عشان تحوله للكيلو جرام هتضرب في 10 أس 3، وبالتالي 12 من 100 في 10 سالب 3، وعندك في الجي اللي هي ب 10، 12 من 100 في 10 سالب 3 اللي هي 12 في 10 سالب 5، تشيل 10 سالب 5 مع ده على 4 فاعل 1 على 4 فاعل 3، وبالتالي اي 2 بتساوي 3 في 10 اللي هي 30 امبير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. رقم 4، في الشكل المقابل تكون النسبة بين القوة المغناطيسية المؤثرة على المتر الواحد من السلك X هي تلك المؤثرة على المتر الواحد من السلك Z. القوة المؤثرة على المتر الواحد ممكن نقول إن هي F على L، أو نخلي ال L بتساوي 1 متر. فاحنا هنا الله أكبر الله احنا عارفين ان الاف المؤثرة على اي سلك بتساوي البي في الاي في ال ساين سيتا، واحنا هنا المجال الناشئ عن اي سلك بيكون مؤثر عمودي على السلك الاخر، ده عمودي ده عمودي ده برضو عمودي وهكذا، وبالتالي الساين سيتا دايما هتبقى بواحد. وهو انا قايل لك المؤثرة على المتر الواحد، وبالتالي هنا ال هنخليها 1 متر، وبالتالي عشان نجيب الاف اكس المؤثرة على المتر الواحد من ده، فهنضرب محصلة كثافة الفيض المغناطيس اللي بتأثر على السلك اكس في التيار اللي ماشي في السلك اكس. نفس الفكرة بالنسبة للسلك زد. طيب نجيب ده ازاي؟ هنجيب محصلة كثافة الفيض المغناطيس اللي بتأثر على السلك ده ونضربها في التيار اللي ماشي فيه. فانت عندك الاف اكس هتساوي الفيض الناشئ من ده وده على السلك ده متساوي، في نفس الاتجاه، ده للداخل وده للداخل، وبالتالي هتجمعهم، وبالتالي الاف اكس عبارة عن البي زد عند السلك اكس زائد البي واي عند السلك اكس، كل ده مضروب في التيار اللي ماشي في السلك اكس. يبقى انت عندك الاف اكس بيساوي البي زد عبارة عن ميو في الاي زد اللي هي 3 اي على 2 باي في البعد ده اللي هو 2 دي، زائد البي واي عبارة عن الميو في الاي ده على 2 باي في البعد ده اللي هو دي،
كل ده مضروب في الاي اكس اللي هو 2i. عندك هنا الميو اي على 2 باي دي هناخدها عامل مشترك، وعندك هنا في 2 اي، يبقى هنا ميو اي في اي باي تربيع، وعندك في 2 على 2 باي في الدي. هيتفضل عندك هنا 3 على، خدنا الميو في الاي على 2 باي في الدي، هيتفضل تحت 2 زائد ميو اي على 2 باي في الدي، هيتفضل هنا 1، والاتنين اي جبناه هنا، وبالتالي ده هيطلع معاك كام؟ الاتنين هتروح مع الاتنين، تلاتة على الاتنين 1.5 وواحد باتنين ونص، يبقى ده 2.5 ميو اي تربيع على الباي في الدي. نيجي بعد كده نعمل نفس الكلام مع الزد، الاف زد بتساوي عندك السلكين دول التلاتة فيهم في نفس الاتجاه، وبالتالي كثافة الفيت هنا هتبقى جمع، وبالتالي ميو الاي اكس هنا عبارة عن 2 اي على 2 باي في 2 دي زائد واي عبارة عن ميو اي على 2 باي في الدي، وتضرب ده كله في التيار اللي ماشي هنا اللي هو 3 اي. هناخد برضو الميو والاي وال 2 باي دي عامل مشترك، وده 3 اي هيبقى 3 اي تربيع. هتفضل عندك هنا ميو اي على 2 باي دي هتبقى 1، هنا 2 فوق و2 تحت، 1 زائد 1 هيديك 2، الاتنين دي هتروح مع الاتنين دي، هتفضل عندك 3 ميو اي تربيع على الباي في الدي. هتلاقي ميو اي تربيع على باي في الدي، ميو اي تربيع على باي في الدي، لما تقسم ده على ده هيديك 2.5 على 3، وبالتالي الاف اكس على الاف زد بتساوي 2.5 على 3 اللي هي 5 على 6. في طريقة تانية كنت ممكن تجيبها، انت عندك القوة المتبادلة ما بين السلكين دول عبارة عن قوة تجاذب، وبالتالي ده بيتأثر بقوة هنا اف اكس واي. في نفس الوقت القوة المتبادلة ما بين السلكين دول قوة تجاذب، وبالتالي عندك برضو اف اكس زد، وبالتالي محصلة القوة اللي بتأثر على السلك ده اللي هي ال Fx بتساوي Fxy زائد Fxz. نفس الفكرة بالنسبة للسلك Z، التيار هنا في نفس الاتجاه قوة تجاذب، وبالتالي ده هيتأثر بقوة كده، وبرضو دي قوة تجاذب. بس طبعا ال Fxz دي هي نفسها ال Fxz دي بين السلكين دول، وبعد كده تجمع القوتين دول والقوتين دول تقسمهم على بعض، هيطلع معاك نفس الحل. يبقى انت عندك هنا 5 على 6. السؤال رقم 5، الشكل المقابل يوضح ثلاثة أسلاك طويلة بي كيو ار مستواها عمود على الصفحة ويمر بكل منها نفس شدة التيار، يبقى التيار متساوي. فإذا كان تيار السلكين بي وآر اتجاهه إلى داخل الصفحة، بينما تيار السلك كيو اتجاهه إلى خارج الصفحة، فأي من الاتجاهات الموضحة اي بي سي دي يمثل اتجاه القوة المغناطيسية المؤثرة على السلك بي. عندك البعد ده بيساوي البعد ده، وعندك ده ار، وعندك ده كيو. التيار اللي ماشي في ده هو نفس التيار اللي ماشي في ده، والبعد متساوي، وبالتالي عندك ال هو هنا عايز القوة اتجاه القوة. تقدر تجيب اتجاه القوة بأكتر من طريقة، إحدى الطرق إن إحنا نستخدم القانون ده. أنت عندك القوة المؤثرة هنا ال F بتساوي ال B في ال I في ال L ساين سيتا، ولما بنيجي نجيب القوة المؤثرة بنستخدم قاعدة فليمنج لليد اليسرى، دي طريقة. فاحنا هنا هنجيب ايه؟ هنجيب اتجاه الفيض الكل اللي بيأثر هنا، وبعد كده نستخدم قاعدة فليمنج. الطريقة التانية ان انت عندك السلكين دول التيار فيهم في عكس الاتجاه، وبالتالي هيبقى القوة المتبادلة ما بينهم قوة تنافر، وبالتالي انت عندك قوة تنافر هتبقى كده، والقوة المتبادلة ما بين الاتنين دول قوة تجاذب هتبقى كده.
وبالتالي محصلة القوة اللي بتأثر عليهم هتبقى ما بينهم، لأن دول متعامدين، وأي حاجتين متعامدين محصلة القوة اللي بتأثر أو المحصلة يعني بتبقى ما بين الاتجاه بتاعها، بيبقى ما بين اتجاه القوتين على حسب بقى أنه الأكبر. طبعا طالما إن أنت عندك بيمر فيهم نفس التيار، فهتلاقي إن القوة دي بتساوي القوة دي، وطبعا بيبعدوا نفس البعد، فأنت عندك تبقى المحصلة في النص بالظبط. دي طريقة. الطريقة التانية زي ما قلت لك إن أنت هتجيبها من الفيض. أنت عندك الفيض الناشئ من ده على ده هيبقى الاتجاه بتاعه لتحت، الفيض الناشئ من ده على ده عندك التيار كده، وبالتالي خطوط الفيض هتبقى عبارة عن دوائر متحدة في المركز، مركز السل، وعشان تحدده عند أي نقطة بتستخدم المماس، بتجيب مماس لدائرة الفيض اللي بتمر بالنقطة دي، وبالتالي ده البي كيو وده البي ار، الاتنين متساويين لأنهم بيبعدوا نفس البعد وبيمروا فيهم نفس التيار، وبالتالي المحصلة هتبقى في النص بالظبط، الزاوية دي ب 45 درجة. نيجي بعد كده من قاعدة فليمنج، انت عندك اتجاه التيار كده واتجاه الفيض كده، وبالتالي هتلاقي ان اتجاه القوة كده اللي هي دي. اعتقد ان انت فهمت الطريقتين، يا اما تجيبها القوة دي قوة تجاذب وبالتالي سوري قوة تنافر وبالتالي هتبقى كده، والقوة دي قوة تجاذب وبالتالي هتبقى كده، المحصلة هتبقى ما بينهم، يا اما تجيبها ان انت تجيب كثافة الفيض الاتجاه بتاعها فين، وبعد كده تحدد من قاعدة فليمنج للأصل. في كل الأحوال هتطلع معاك سي. تسعتاشر حلقة معدنية يبقى الـ N بتساوي واحد على شكل دائرة كاملة تقريبا لها فتحة كما بالشكل، مقاومة سلكها إذا وصلت بطارية قوتها الدفع ومقاومتها الداخلية مهملة، مفيش مقاومة داخلية. طبعا لما توصل البطارية هنا وعندك المقاومة الداخلية بصفر، التيار اللي هيمشي في الحلقة هيساوي القوة الدفع اللي هي 1.5 على المقاومة بتاعة الحلقة اللي هي 12%. يكون عزم الازدواج المغناطيسي المؤثر على الحلقة، عايزين التاو، نتيجة تأثرها بمجال مغناطيسي منتظم كثافته ده البي، واتجاهه في نفس مستوى الحلقة، الاتجاه في نفس المستوى، وبالتالي العمودي على الحلقة عمودي على اتجاه الفيض، وبالتالي هنا السيتا بتساوي 90 درجة، يبقى الساين سيتا بتساوي 1. احنا عارفين ان السيتا بتكون ما بين العمود على مستوى الملف اللي هو الاتجاه بتاع عزم ثنائي القطب المغناطيسي وما بين خطوط الفيض، وبالتالي التاو بتساوي البي في الاي في الاي في الان، وساين سيتا بواحد، عندك هنا البي باتنين من عشرة في الاي خمس واحد ونص على 12% في الاي، عندك هنا نصف القطر بتلاتين سنتي، وبالتالي الاي بتساوي الباي في نصف القطر تربيع اللي هو 3/10 تربيع، طبعا ده حولت من سنتي لمتر، في ال n اللي هي بواحد. هيطلع معاك تقريبا 7%. السؤال رقم اتنين، ملف موضوع في مجال مغناطيسي منتظم، يعني البي ثابتة عند أي حتة، في مستوى الصفحة واتجاهه جهة اليمين، أي من الأوضاع التالية يعبر عن أقل قيمة لعزم الإزدواج المؤثر على الملف عند مرور تيار كهربي به، التاو قلنا إن هي بتساوي البي في الأي في الإي في الإن ساين سيتا. نفس الملف يبقى أنت عندك الإن ثابتة والإي ثابتة، وهو هنا بيقول لك عند مرور التيار الكهربي به، هنا فرض ان الاتجاه او شده التيار ثابته، وفي نفس المجال يبقى البي ثابته، وبالتالي عندك التاو بيتناسب مع الساين سيتا. طبعا احنا عارفين ان السيتا دي هي الزاويه ما بين العمود على مستوى الملف
والمجال. تاني كده، الثيتا هي الزاوية ما بين العمود على مستوى الملف والمجال اللي هي دي. طيب كل ما الزاوية، هو هنا أعطيك الزاوية ما بين مستوى الملف والمجال، كل ما الزاوية ما بين مستوى الملف والمجال هتزيد كل ما الثيتا هتقل، لأن مجموعهم ب 90 درجة. وبالتالي كل ما الزاوية ما بين مستوى الملف والمجال تزيد الثيتا بتقل، وبالتالي الساين ثيتا بيقل، وبالتالي التاو هتقل. طيب تعال نبص هنا، الزاوية عندك بصفر، وبالتالي الثيتا بأقصى قيمة اللي هي 90، وبالتالي لا. تعال عندك هنا الزاوية ب 60، وبالتالي الزاوية ما بين العمود على مستوى الملف والمجال 30. أو من غير ما نجيبها، احنا عايزين أكبر زاوية. الزاوية هنا ب 60، الزاوية هنا هتبقى دي برضو ب 60، اللي هي 180 ناقص 120. الزاوية دي ب 80، وبالتالي هيديك 10. أو بمعنى تاني زي ما قلت لك، كل ما الزاوية ما بين مستوى الملف والمجال بتزيد، دي 80 ودي 60 ودي 60 ودي 0، كل ما إيه الثيتا هتقل، دي 10 دي 30، راحت فين؟ هتبقى كده، الزاوية دي ب 90 ودي 30 ودي برضو ب 30، وعندك هنا دي ب 90. فأنت عندك دي 10 دي 30 دي 30 دي 90، أقلهم دي، وبالتالي هتبقى التاو أقل حاجة. رقم 3، إذا كان عزم الإزدواج المؤثر على ملف يمر به تيار ومستوى موازي، مستوى الملف موازي لخطوط الفيض، وبالتالي عمود على مستوى ملف عمود على خطوط الفيض، معنى كده إن الثيتا ب 90 درجة أو الساين ثيتا ب 1. كثافة الفيض بي 3/10 تسلا، وعندك عزم الإزدواج 12 نيوتن في متر، وعاوزين عزم صناعي القطب. احنا عارفين ان التاو بتساوي الام دي في البي في الساين ثيتا. الساين ثيتا قلنا ان هي ب 1، والبي 3/10، وده ب 12، مش 12 ب 12. فانت عندك هنا الام دي هتبقى 12 على 3/10، 12 على 3/10 اللي هي 120 على 3 اللي هي 40 امبير في متر تربيع. يبقى انت عندك امبير، 40 امبير في متر تربيع. ان شاء الله الفيديو الجاي هنحل فيه المسائل. تمام، لكم التوفيق. سلام.